في طالب قدراته في مجال التكنولوجيا والابتكارات أكبر من سنه بكتير. هذا الطالب قدر أنه هو يطور إسورة ذكية لمساعدة مرضى الزهايمر، كمان أيضا يطور روبوت من أجل جمع نفايات مستشفيات العزل، غير أنه هو أيضا بيعمل في مجال برمجة الألعاب الإلكترونية وبقى أصغر مبرمج معتمد من مركز التطوير التكنولوجي، وحصل على المركز الأول في المنتدى الإفريقي للابتكار والتكنولوجيا. ده حاجة جميلة جدا، يعني أعتقد أن لو إحنا استضفنا دلوقتي على زوم الطالب ياسين علي علشان نتعرف منه على رحلته في مجال الابتكار هيكون إضافة كبيرة جدا وهو في سنه صغير. أهلا بك يا ياسين، منورنا في اليوم العالمي للشباب ومشرفنا أيضا على شاشة صباح الخير يا مصر. أهلا بحضرتك. قول لنا بقى بدايتك يعني في مجال الابتكارات والاختراعات، انا يعني سمعت عدد كبير من الاختراعات قريتها، بدات ازاي والدافع ده كان عامل ازاي والاسره عملت معاك ايه؟ يعني احكي لنا عن حكايتك في الاول كده. هو انا طبعا برحب بحضرتك، سعيد ان انا مع حضرتك النهارده. مع حضرتك ياسين علي وعندي 14 سنه، ما شاء الله. مارست القوميه العربيه الرسميه اداره وسط التعليميه من محافظه الاسكندريه، وفي سنه ثالثه اعدادي أول مدرب معتمد من مركز التطوير التكنولوجي بالإسكندرية. كنت أول مدرب صغير معتمد، مدرب معتمد في أكتر من مكان زي منظمة الأليكسو، منظمة التربية والثقافة والعلوم، والأسبوع العربي للبرمجة ومايكروسوفت، وأكاديمية انطلاقة للعلوم الإدارية والبحث العلمي. حصلت على المركز الثاني بمؤتمر يو جي آر إف بجامعة النيل، وكنت أصغر مشارك. حصلت على المركز الأول بالمنتدى الأفريقي للابتكار والتكنولوجيا، وحصلت على منحة من دكتورة شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات. كمان حصلت على المركز الأول بمسابقة اي تريبل اي واي اي اس اي اس تي 12 على مستوى جمهورية مصر العربية، وتصعدت المنافسة على مستوى العالم علشان أمثل مصر بالهند في شهر سبتمبر القادم 2022. بدايتي في المجال كان في مبادرة اسمها اف جي اي جيل بكرة. المبادرة كانت بقصر ثقافة الأنفوشي، كانوا بيتكلموا عن السبيس والبدايات بتاعت البرمجة. هم كانوا حابين يربطوا ده بالمجال العلمي، فبعد كده ابتدوا ان هم يدونا على بداية طريق البحث العلمي، ازاي نعمل بحث علمي والميثودولوجي بتاعت البحث العلمي او خطوات البحث العلمي. وده طبعا مواكبة لخطة مصر 2030 واهداف التنميه المستدامه ال 17 هدف، وكمان احتفاء باليوم الشباب العالمي. وطبعا لازم الشباب تتجه للمجال ده علشان هو ده اللي بيواكب سوق العمل حاليا. طب ياسين، يعني بعد التحيه طبعا بحييك ومبسوطين جدا ان انت معانا، بس انت بتقول مدرب معتمد في اماكن كتير جدا، سنك 14 سنه، انت ابتديت امتى؟ كان سنك قد ايه لما ابتديت تروح تشترك في هذه المبادرات المهتمه بالفضاء وبالتكنولوجي؟ كان سنك قد ايه وايه اللي خلاك تروح اصلا؟ هو انا كان عندي 12 سنه، فانا اقترح عليا يعني اقتراح ان انا اشارك في المبادره دي. أنا طبعا حبيت الموضوع ولقيت ان ميولي اكتر للمجال العلمي، فابتديت ان انا بقى اروح المبادره. بعد كده احنا طبعا كنا فتره كورونا، فكنت بشتغل على نفسي اونلاين ان انا ادخل كورسات على مايكروسوفت واتعلم من خبرات الاخرين يعني اونلاين، واستغليت الفتره في الطريق الصح وان انا استخدم التكنولوجي في الرايت واي او الطريق الصحيح. وبعدين ايه اللي حصل وبناء عليه؟ بناء عليه ان انا بقى ابتديت ان انا اخد كورسات اكتر، وبعد كده ابتديت ادخل كورسات في اللغه الانجليزيه، فبالتالي بقى عندي مهارات العرض التقديمي، وكمان حصلت على الماجستير المهني المصغر من اكاديميه انطلاقه للعلوم الاداريه والبحث العلمي وزاره الشباب والرياضه. وبعد كده لقيت بقى ان انا ميولي اكتر للمجال العلمي، فاتجهت بقى ان انا ادخل المسابقات، وابتديت الاول ما كنتش باخد مراكز، بعد كده ابتديت ان انا اخد مراكز. عرفت طريقه المحكمين هم بيكونوا عايزين ايه في المشروع. هم طبعا بيكونوا عايزين اول حاجه الابداع والابتكار، وان يكون في اضافه جديده في الابتكار اللي انا مقدم بيه او كده. فحسيت ان الموضوع يعني لطيف جدا، وان هو كمان سوق العمل حاليا محتاج التفكير بالطريقه النقديه او الكريتيكال ثينكينج. ياسين بتقول مصطلحات كبيره ما شاء الله، بتتكلم في مجالات مهمه جدا كمان. عايزه اعرف منك يعني المصطلحات دي والمجالات دي عشان تقدر تفهم فيها وتكون مدرب معتمد، طريقه تعليمك بقى كانت سهله وبسيطه؟ يعني لو حد بيتفرج علينا دلوقتي ومهتم بالتكنولوجي ومهتم بالفضاء ومهتم بالروبوتس ممكن يحس ان الموضوع صعب شويه.
الموضوع كان صعب ولا كان بسيط وسهل وبيقدروا يوصلوا المعلومة؟ لا هو الموضوع سهل، بس لازم الشخص اللي بيتعلم يكون حابب الموضوع ويكون شغوف بيه عشان يقدر ان هو يستوعب المعلومة. طبعا الموضوع مش بيكون يعني محتاج لعبة او كده، هو بس بيكون محتاج جد، واصلا البرمجة هي مزيج ما بين الجد واللعب، فبيكون محتاج بس شوية تركيز وهو الموضوع بيكون سهل. هو في طبعا اماكن كتير بتنشر الفكر الريادي وفكر البرمجة، سواء في اسكندرية على مستوى الجمهورية، وفي مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة، وفي مشروع روبوتاك وبروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، تمام. وفي مراكز الموهوبين والتعلم الذكي، دي بتكون تبع وزارة التربية والتعليم. طب انا يعني خليني اخش معاك في الموضوع. النهارده احنا بنحتفل باليوم العالمي للشباب، وانت احد الشباب الصغير اللي من ابناء المدارس الحكوميه اللي قدرت ان هي تجتهد وتطور نفسها وتعمل حاجات عظيمه جدا. تقول ايه للشباب سواء اللي في سنك او الاكبر منك في اليوم ده؟ يعني رسالتك ايه؟ عايز توصل لهم وتقول لهم ايه؟ هل المستحيل مش صعب؟ هل نقدر نعمل حاجه بأقل الإمكانيات؟ يعني لو عندك رسالة تقولها يا ياسين هتقول إيه؟ تمام. هو أنا حابب أقول لهم إن هم يثقوا في حلمهم وقدراتهم، وإن هم ما يسمعوش لأي حد مهما كان هو مين، وإن هم يحاولوا إن هم يواكبوا بالحاجات اللي معاهم حتى لو هي حاجات مثلا مش قد كده، وكمان إن هم يشتغلوا على نفسهم ويكون عندهم سعي ويكونوا شغوفين باللي هم حابين يتعلموه. بس يعني دي رسالة أنا حابب أوصلها للشباب. الشغف أهم رسالة. أنا أعتقد أنك يعني يمكن يعني أنا بشكل شخصي استفدتها منك. شكرا ليك الطالب ياسين علي مخترع العصور الذكية لمساعدة مرضى الزهايمر اللي قدر أن هو يعمل عدد كبير من الإنجازات والاختراعات، 14 سنة وقدر يعمل كده. الله أكبر، يا رب يعني لما يكبر كده يكون حاجة كبيرة جدا.